معلومات هتعرفها ولأول مرة. بيبلغ عدد سكان اليابان 120 مليون نسمة، وده في مساحة أصغر بكتير من مساحة مصر، ومع ذلك بنلاقي عندهم الفائض اللي بيتم تصديره إلى البلاد التانية، ومش بيعانوا من الفقر أو المجاعة. تعرف إن الإنسان مش بيقدر يبلع ريقه وياخد نفسه في نفس الوقت؟ الشخص اللي بينام أكتر من 9 ساعات في اليوم ده بيخليه عايز ينام أكتر من كده بكتير، وربما ده يسبب له العديد من أمراض القلب. النساء أقل كذبا من الرجال، ولكن لما بيكذبوا بيكونوا أكثر إبداع. مخ الإنسان بيستهلك كمية كبيرة من الطاقة، وبتعادل الطاقة اللي بتستهلكها لمبة 20 واط. الإنسان مش بيتذكر 95% من حلمه، وده بسبب التغيرات اللي بتحصل في مخه خلال عملية نومه، واللي مش بتمكنه من تخزين كمية كبيرة من المعلومات. الغمازات واللي بتسمى نغزة في الوجه، وعلى الرغم ان ناس كتير بتعتبرها انها مظهر من جمال الوجه، الا انها من الناحية الطبية بتعتبر تشوه في عضلات الوجه. العسل الطبيعي هو الطعام الوحيد اللي مش بيتعرض للفساد او التعفن، وده مهما طال به الوقت لانه بيحتوي على مواد مضادة للتعفن. الامعاء الدقيقة عرضها اكبر من عرض ملعب التنس، على الرغم ان طولها بيبلغ من 6 ل7 امتار، واللي ممكن للجسم ان يقوم بطيها او ثانيها علشان يتمكن من امتصاص المواد الغذائية المهضومة. يا رب المعلومات تكون فادتكم ونالت اعجابكم. كان معاكم جورج هاملتون من القناة الشاملة.